دفعه طلبه في الديكور 2017 فكرنا ان احنا نجمل البلد عشان احنا بالنسبه لنا اسمها العاصمه الرماديه. فلما طلعنا الاول سمينا نفسنا كولورينج ذا جراي سيتي. كل حاجه في العاصمه هنا رمادي يعني حتى الشجر حتى الشوارع حتى التاكسي نفسه ابيض في اسود مفيش الوان. الالوان اللي بنشوفها بس على الورق الالوان اللي بنستخدمها في الكليه دي الالوان فعلا الناس بتشوفها في حياتها يعني. فقلنا ننزل نحط شويه الوان في الشارع. الالوان دي يعني بتدي مصدر بهجه وسعاده للناس. نزلنا وجمعنا مع بعض وجمعنا الادوات وجمعنا وقسمنا نفسنا وقررنا نبدا. موضوع السلالم ده ان دي ابسط حاجه عندنا ان احنا ممكن نلون بيها السلالم وظبطنا الموضوع وبدانا فيه. الماتيريالز والالوان احنا اللي جايبينها لمينا من بعض وتموين ذاتي. بدانا في العجوزه ده السلم بيربط من العجوزه للزمالك. رحنا المحافظه محافظه الجيزه وطلعنا التصاريح وطلعنا الورق. مكان السلم اصلا اللي احنا ابتدينا بيه مكانه حلو جدا بيطل على طرف النيل يعني. فكنت مستغربة قوي اول ما جيت هنا ان ازاي المكان ده مش شكله وحش قوي كده ومش مستغل. مبسوطين جدا طبعا بالموضوع ده لان اولا الموضوع نجح ما كناش متوقعين. ثانيا الناس انبسطت بيه قوي وشجعتنا وده هيخلينا نعمل حاجات تانية اكتر. احنا ناويين نلون مصر كلها.